من المعروف عنها جرأتها الشديدة وتعتبر نفسها امرأة قوية، هي النجمة نادين الراثي التي التقت بها كاميرا عربود في لقاء حصري وجريء كشفت فيه لأول مرة عن تفاصيل عن حياتها الشخصية. الفنانة نادين الراثي معروفة بعفويتها وطبيعتها في حياتها بالرغم من نجوميتها. أنا نادين الأم، نادين الإنسانة، نادين اللي بحضر تي في مثل كل عم يحضروا، نادين بتتابع الأخبار، بنقعد بين الثياب، بنقعد بين السرامة، ببيتي ببقى بلا مكياج، عم لعب أولادي، عم طعميهم، عم بطبخ. وكثيرا ما تتعرض حياتها الخاصة للتدخل من قبل السوشيال ميديا، ولكن هذا الأمر لا يمثل لها أي مشكلة. اليوم إذا ما خليتهم يفوتوا بقولوا عنك إنه ليه بدك تكون أنت طارح حياتك وحالك للسوشيال ميديا وللناس وتخبي عليهم. أنا إنسانة صريحة وصادقة، وأنا مني بالعكس، لا، من حقهم يعرفوا إذا الشيء بيقدروا يتعلموا منه. كما تحدثت لنا بكل صراحة عن الضائقة المادية التي تمر بها. اليوم عندي أنا كمان ظروف إذا بدك مادية ضيقة شوي علي، لأنه بحسب الأشياء اللي قطعت فيها من فترة، هلا عم بيها البوت تبعي، ما أنا آخر الدنيا بطلع بالكانوي بحط أولادي معي وبحضر سانسر. أنا بمشي مع الحياة بشكل أنا أكون مرتاحة ومبسوطة معها، المهم أولادي يضلون مستورين وأنا أكون مستورة وما مدي إيدي لحدا. اعتزال الزواج آخر قرار توصلت إليه نادين الراثي، لكن ما موقفها من الغرام؟ اعتزلت الزواج بس مش الغرام، أنا ما فيني أعيش بلا حب. أنا هلأ مغرومة كتير. ما بدي حذر الناس، أنا مثل أي إنسان، أي مغرومة. انتشرت منذ أيام صور لها مع الدكتور رائد لطوف، مما زاد من التكهنات على أنه قد يكون الإنسان المغرمة به. ولكن الدكتور رائد لم يكتفي بنفي هذه التكهنات، وإنما قرر اللجوء للقضاء ضد كل من يرى متورطا في جرائم التشهير والتشويه لسمعته. كما صرحت نادين بأن دكتور رائد صديق ليس أكثر. ستار أبي نادر زوج نادين السابق اقتحم مجال التمثيل لأول مرة، ويقال أن ارتباط اسمه باسمها هو السبب في نجاحه، فما هو تعليقها؟ ظهري لا، شو عمل معي مسلسل ونجحته على ظهر مروان، ما بيفيده الاسم، بيحرقه. مقدم البرامج هشام حداد كان قد استضاف جيسيكار بعد استضافتها بأسبوع، فكيف ترى هذه المقابلة؟ شطور هشام، مهضوم، خبط على راسه مش لعليه ابدا، بيخبط نفسه يعني. فجأني حرام، كان ريتنج تبعه افضل. في اولويات بالحياه، في اولويات، حرام. ايه الناس زعلوا منه، قلت له شو بتكون فيه بالنهايه، زلمه بده ضو. نادين كانت على خلاف ايضا مع الفنانه سيرين عبد النور، فالى اي مدى وصل هذا الخلاف؟ هيدي عمرها 15 سنه، لا تقبرني، ايه خلص، غيره ما في، ما في، ما في. هذه خبلية، كان تعرف الفانز بيحبوا من قلبهم، هلأ فانز نادين وفانز سيرين هني واحد. وترى أيضا أنه من الطبيعي جدا أن يتحيز كل فنان لأعماله، خاصة في ظل التنافس بالموسم الرمضاني. إحنا اليوم رمضان، إحنا معركة، وليه بدي أكذب عليك وقول لك لا، عبالي سيرين تنجح أكتر مني، شو بقى ماشينا بدنا نروق. هلأ طلعت مجنونة، أو يليك نادين شو قالت يا جماعة، لا، بدي أنا مسلسل يطلع أحلى مسلسل. بحب حالي، بموت بحالي يا جماعة، بحب حالي أكتر من الشوكولا، أنا مغرومة بحالي. آخر أعمال الفنانة نادين الراثي كان مسلسل الشقيقتان، والذي نال إعجاب الجمهور. أنا تعلمت من الشقيقتان كتير، وجوري كمان عم بعطيها حقها وزيادة، وكلنا كأكيب نحن سأبت كذا عمل ورا بعض عم نكون نفس الأكيب، يعني بقى دايما عم نفتش على أخطائنا وعم نجرب نصلحها. تعستي؟ اطمني، انت سبب تعاستي من يوم ما خلقت لليوم.